مؤتمراتي وورش العمل في قسمنا. أهم ورشة عمل لدينا هي ورشة عمل في تعليم المحاسبة، والتي أصبحت ورشة عمل تقليدية وقمنا بها مع كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول. تجذب ورشة العمل التي عقدناها في منطقة عثمان إلي وبيليجيك ومؤخرا في بوزيوك اهتماما كبيرا من الخارج. يحضر مدرسون من مختلف أنحاء البلاد إلى ورشة العمل ويشاركون فيها. نموذج دراسة الحالة هو نموذج تم تطويره بواسطة كلية هارفارد للأعمال ويستخدم كثيرا. نحاول تعليم أعضاء هيئة التدريس كيفية استخدام الحالات في التعليم وزيادة خبرتهم بها. هذه واحدة من أهم أنشطتنا. هناك نشاط آخر في قسمنا هو أنشطة نادي بلوكشاين، والذي هو ناد غير شائع جدا في الجامعات الأخرى. في نطاق هذا النادي ننظم مؤتمرات في جامعتنا، ويمكن أن تكون عبر الإنترنت مع خبراء في مجال تقنيات بلوكشاين والرقمنة وتقنيات الويب. نحن نحرص على ترتيبها وتنظيمها في تسلسل بعد التخرج من جامعتنا. أيضا تتاح لطلابنا في المقام الأول فرصة الحصول على لقب محاسب ومستشار مالي مستقل. كما نعلم جميعا المحاسبة العامة هي مهنة مرخصة، لذلك فمن أجل الحصول على هذا الترخيص تتاح لطلابنا الفرصة للحصول عليه بعد إجراء التدريب والامتحانات اللازمة بعد التخرج. بالإضافة إلى ذلك يتمتع طلابنا بفرصة العمل في شركات التدقيق. هناك فرص للعمل في شركات التدقيق الخاصة وشركات التدقيق المستقلة. بالإضافة إلى ذلك يمكن لطلابنا العثور على وظائف في البنوك العامة والخاصة. وإذا نجحوا في الامتحانات المفتوحة من قبل الدولة فلا يزال لديهم فرصة للعثور على وظيفة في المؤسسات العامة. قسمنا هو قسم كبير يعتمد كثيرا على الرياضيات. الرياضيات والإحصاء والتمويل والمحاسبة هي الدروس الرئيسية في قسمنا. يمكننا أن نرى أن طلابنا يواجهون صعوبات من وقت لآخر في هذه الدروس، لكن أعضاء هيئة التدريس لدينا يظهرون العناية والاجتهاد اللازمين من أجل مساعدتهم. إذا كان طلابنا يعانون من مشاكل فإن أعضاء هيئة التدريس لدينا يساعدونهم في التغلب على مشاكلهم من خلال توفير الدعم اللازم لهم عن طريق إقامة اتصال فردي معهم في غرف الأساتذة الخاصة لدينا، أو عن طريق تكرار الدروس التي لم يفهموها. لدي بعض النصائح لطلابنا الذين سيختارون قسمنا. أعتقد أنه سيكون من المفيد جدا لأصدقائنا الذين يمكنهم التفكير بشكل تحليلي مثل العمل الجماعي، ويميلون إلى الرقمنة، ويحبون التعامل مع البيانات والمعلومات، ويحبون التعامل مع تقنيات الكمبيوتر، وينفتحون على العلاقات الإنسانية اختيار هذا القسم، لأن قسمنا هو قسم يتعامل بشكل كامل مع البيانات. نظرا لأننا نتعامل مع البيانات فنحن بحاجة إلى إتقان تقنيات الكمبيوتر، لذلك سيكون اختيار قسمنا مفيدا للغاية لأصدقائنا الذين يحبون تقنيات الكمبيوتر والويب ويريدون تحسين أنفسهم في هذا المجال. أود أن أقدم بعض المعلومات حول الفرص التي نقدمها لطلابنا الذين سيختارون جامعتنا. جامعتنا لديها طاقم أكاديمي شاب وديناميكي، هذا عامل مهم جدا في تنشئة طلابنا. بالإضافة إلى ذلك فإن الموقع الذي تشغله جامعتنا هو موقع مناسب للغاية من حيث وسائل النقل، والمنطقة هي منطقة صناعية، ويتمتع طلابنا بفرصة العثور على وظيفة والقيام بالتدريب فيها. توفر اتفاقيات إيراسموس في جامعتنا فرصة للدراسة والسفر إلى الخارج وفرصا لاكتساب العديد من الخبرات هناك. وبالطبع هناك فرص تدريب في جامعتنا. يمكننا اعتبار الاتفاقيات التي وقعناها مع شركة إزجاج باشي من أهم الفرص لجامعتنا، لأن أصدقائنا الذين لديهم فرصة للعمل في هذه الأماكن بعد التخرج، بصرف النظر عن هذا ننظم رحلات فنية مختلفة لطلابنا. هذه رحلات عمل أو رحلات تدقيق، نقوم برحلات إلى البنك المركزي أو رحلات إلى البنوك الأخرى. بصرف النظر عن هذا ننظم زيارات فنية مختلفة لطلابنا، هي زيارات عمل أو طلعات تدقيق. نقوم بزيارات إلى البنك المركزي أو زيارات إلى البنوك الأخرى. توفر هذه الزيارات فرصا مهمة لطلابنا وتفتح لهم آفاقا جديدة. بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من
الأندية الطلابية في قسمنا، أحدهما هو نادي المحاسبة والتدقيق، والآخر هو نادي بلوكشاين. من خلال هذه الأندية ينظم طلابنا الفعاليات المختلفة ويستضيفون الضيوف ويطورون شبكات علاقاتهم في نطاق المؤسسات. هذه فرصة مهمة نقدمها لطلابنا في الأعمال التجارية والحياة الجامعية. إذا كنتم أيها الطلاب الأعزاء ترغبون في الاستفادة من هذه الفرص، يمكنكم بسهولة اختيار قسمنا وجامعتنا. أتمنى التوفيق لأصدقاء الأعزاء الذين سيقدمون امتحان الجامعة. نرحب بكم في جامعة بلجيك شهاد بالي وفي كلية العلوم التطبيقية.